معقوله في العشر الاوائل من ذي الحجه ما تقراش قران؟ شوف شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ثواب قراءه القران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فما بالك في أحب الأيام إلى الله. لا أقول ألف لام ميم حرف، شوف النبي عايز يقولك حتى الحرف ألف لام ميم ده مش حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. النبي عايز يقولك كل حرف بعشرة. ليه ما تختمش ختمة في العشرة أيام؟ أنا عارف إن في ناس عندها شغل، وعارف إن في ستات بيوت بيشتغلوا واخدين، وده جزء من العمل الصالح اللي إحنا إن هم بيعملوا الحاجات دي كلها، لكن ليه ما تبدأش إنك مش لازم تخلص الختمة، بس تبدأها في العشر الأوائل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اللي بيقرأ على طول، صاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي. غمض عينيك كده، تخيل ورتل، فإن منزلتك منزلتك عند آخر آية تقرأها. كمان اقرا كمان اقرا كمان واطلع اقرا كمان وارتقي 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 وارتقي. والله حديث مشجع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرب. ده بيت خربان، ده البناء الداخلي اللي ما فيهوش حاجه من القران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرا القران فانه ياتي شفيعا لاصحابه يوم القيامه. تدخل قبرك اللي يأنسك هو القران، وتيجي يوم القيامة اللي يدافع عنك يوم هو القرآن، واللي يظللك من حر الشمس يوم القيامة هو القرآن، واللي يحاج عنك: يا رب أنا شفعني فيه، ده كان بيقراني يا رب، هو القرآن. يأتي مجسد يدافع عنك. لازم تقرأ القرآن، احنا في العشر الأوائل، احنا في أحب الأيام إلى الله. إزاي تفوت العبادة دي؟ إزاي ما تقراش قرآن كل يوم؟